بعظمة لسانه. ولو على الفار تعالوا نتحاسب. بس للأسف مش هنقدر نجيب نص الرسالة، نص الرسالة الصوتية اللي الأستاذ مدحت العدل بعتها للأستاذ عمرو الجنايني، وموجودة على كتير من السوشيال ميديا وعلى بعض المواقع. لما تحتويها من ألفاظ تستغرب انها تطلع من واحد زي، لكن ما فيها من ألفاظ ما ينفعش ابدا لا تتعرض ولا هنقدر نحط التيت ولا هنقدر نتدخل. لكن ما يهمنا فيها بخصوص النادي، هو واحد زملكاوي بيخاطب مسؤول زملكاوي من وجهه نظره بيقول له ما ينفع وما ينفعش، لكن علاقه النادي الاهلي بالموضوع ايه؟ وده اللي احنا بنتكلم عليه. الناس تتكلم قدام الشاشات على نبذ التعصب وعلى 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 والكلام الحلو جميل قوي، وساعه الجد الكلام تلاقوه بهذا المستوى وبهذا الشكل. دافع عن ناديك، اتكلم عن ناديك، عبر عن رغبتك، عن حرقتك، عن لهفتك لناديك، ده ليك كل الحق الطبيعي. لكن واحنا بنتكلم بقى على التعصب وبنتكلم على الاحتقان وبنتكلم على التحفيل، ينفع الكلام ده يتقال عن النادي الاهلي؟ ينفع؟ والرسائل موجوده ومتداوله ومن شخصيات ليها تاثيرها في مجتمعها. مش هنقدر نجيب اي شكل من اشكال ومستوى الكلمات، لكن ما يقال فيه هي لجنه الحكام الكذا، لامتى هتفضل تشتغل للنادي الاهلي بس؟ لامتى هتفضل معرفش ايه للنادي الاهلي؟ لامتى مش هتحسب ضربات جزاء على النادي الاهلي؟ والوزير في الرساله التاليه، والوزير يقدر يحل مجلس اداره النادي الاهلي او يقدر يعين لجنه في النادي الاهلي زي ما عين في الزمالك؟ وبرضو الدفع بالنادي الاهلي. اه يقدر يا باشمهندس. استاذ ابراهيم يقدر، والوزير على فكره محلش مجلس اداره الزمالك، الوزير بيباعت النيابه بتحقق، فغلى يد القائمين علشان شفافيه التحقيق، وعمل لجنه تبقى هي اللي موجوده خلال هذه الفتره. هذا كلام ما فيش، يعني انت عايز تقفز على الاحداث انت حر، انت حر في نفسك، لكن يقدر؟ ده النادي الاهلي طلب ان هو يتحقق معاه في وقت من الاوقات. طيب خلينا نقول لكم الاول، يقدر الوزير ولا ما يقدرش؟ وايه علاقه ان انا اروح نادي الزمالك او اي نادي الاقي فيه مشكله ما، في مخالفات ما، في وضع قانوني يحتاج للتصويب، يتدخل النادي الاهلي؟ طب النادي الاهلي يا سياده الاستاذ مدحت، وزاره الشباب والرياضه، وده البيان بتاعها، هي فتشت على نادي الزمالك بس؟ لان انتم بداتوا تصدروا للجمهور انه نادي الزمالك هو المقصود والمستهدف. طب ما التفتيش تم في النادي الاهلي، انتوا مش عايزين تفهموا ومش عايزين تاخدوا بالكم ومش عايزين تصارحوا الناس بالحقيقه، انه هذه اللجان اللي الوزاره شكلتها واللي خدت صفه الضبطيه القضائيه جت للنادي الاهلي واعملت كل اعمال التفتيش على النادي الاهلي. وقالت الوزاره، وزاره ده البيان الرسمي بتاعها، اعلنت وزاره الشباب والرياضه ان انديه الاهلي والزمالك والصيد والجزيره والاتحادات الرياضيه أبرز الهيئات التي تخضع للتفتيش بداية الأسبوع المقبل، في ضوء التنسيق الذي يجريه الدكتور أشرف صبحي مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. يعني الكلام ده تم في النادي الأهلي وبمنتهى الشفافية. الوزارة عندها أي ملاحظات على الأداء في النادي الأهلي عليها أنها تقولها، لكن لما يكون أداء النادي الأهلي على هذه الدرجة من الوضوح والسلامة والاحترام ما تربطنيش بحد. والانضباط. آه. ده من اول يوم الكابتن خطيب ما فيش حاجه بيعملها لما بيسال الجهات الرقابيه. يعني هو 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 يا استاذ مدحت، انت عايز اللجنه تخش النادي الاهلي ما تلاقيش حاجه، ثم تحوله للنيابه؟ هو كون النادي الاهلي ما يتحولش النيابه يضايقك؟ هي في دي فيها اشمعنى؟ ما فيهاش اشمعنى، انا ما عملتش حاجه. ما هو طلع قال لك ده احنا اللي قلنا له يعمل يافطه نادي القرن، احنا اللي قلنا له دافع على حقك في نادي القرن. الزمالك ودار من الخارج او من الداخل دي مش بتاعتنا، مالناش دعوه بدي. يا سيدي برافو عليك، هو كلها دلوقتي الناس كل واحد عايز يكسب لقطه قدام جماهيره، هو حر. ولكن انا بتكلم ما يخص النادي الاهلي، حضرتك تفضل. يقدر؟ اه قدر وبعد ما لقاش حاجه خلاص. ما يقدرش يحيل حد للنيابه، ما عندوش حاجه، هو اللي هنا اللي ما يقدرش. اي حد القانون بيقول كده، المنطق العقل سلامه الاجراءات بتقول كده، انما كونك انت عندك ملاحظات شايفه انها
تتحول النيابه، ده كلام نيابه، اوعى حد يخش في الحته دي، هيلاقي نفسه في مواجهه النيابه. صحيح. النادي الاهلي ده هو اللي طلب زي ما المهندس عدلي اشار يوما ما بمنتهى الشفافيه والوضوح والحرص من الكابتن محمود الخطيب على نزاهه النادي الاهلي وسمعته. لما الرغي زاد بعت للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وقتها في 27/5/2008 برجاء التفضل بتشكيل لجنه ماليه وقانونيه للتفتيش على النادي. والمدهش انه ما اتحركش، تعالى هو اللي اتحرك. المهندس خالد عبد العزيز ما اتحركش لانه ربما كان عنده ثقه انه الاهلي سليم الموقف. لا انا 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 بقول لك، بص انا كلمته قلت له يا فندم من فضلك عندك جواب ما تحركوا الدنيا عماله تغلي وانت يا الاهلي مدان يا مش مدان. ما يمكن الوقت ما اسعفوش. طيب جه الدكتور اشرف صبحي تولى الوزاره، بعت اللجنه، تم توسيع شكل اللجنه ومستواها والتمثيل القانوني فيها من كافه الجهات الرقابيه في الدوله، كانت ضمن هذا بما فيها النيابه، ده نيابه الاموال العامه والرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المالي والاداري في وزاره الشباب والرياضه، كل ده جه. وبعد كده يا استاذ مدحت يا عدل، هذه هي شهاده معالي النائب العام بحق سلامه ونزاهه الموقف في النادي الاهلي اللي انت بتقول اشمعنى وهل يقدر وما يقدرش. ما يقدرش لان الاهلي ما فيش على راسه بطحه وما عليهوش اي مشكله. النادي الاهلي صدر اصدر النائب العام وقتها بعد هذه التحقيقات هذه الشهاده في ابراء الذمه وانه انتهى التصرف في القضيه كذا باستبعاد شبهه جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم كذا. خش على الفار. ده النادي الاهلي. خش على الفار بقى عشان نلحق ايه. طب النادي الاهلي الفار ايه؟ عشان ايه الفار يا سيدي؟ عشان الفار حسب انه ضربه الجزاء بتاعه الاتحاد الخطا ارتكب بره الخط مش جوه الخط. كان لازم. طب ما لما بتتعاد الفار هو اللي بيقول ان الخطا بره ال 18. بس هو الفار دلوقتي بقى اهلاوي؟ عشان كوره في الاتحاد السكندري بقى الفار اهلاوي والاتحاد الكوره او عمرو الجنايني ولجنه الحكام اللي كذا هي اللي عامله الفار عشان الاهلي؟ طب بلاش يا سيدي، هفكرك بالاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك. اول ما اتعمل الفار والزمالك استفاد منه ايما استفاده كان تقديره للفار ايه؟ نفكرك. الفار اللي اتحاد الكوره وعد بيه ان هو يبدا من بدايه الموسم، بدا في نص الموسم وكان اوريدي النادي الاهلي خلاص يعني خلاص قدر ان هو يعمل الفارق اللي احنا بنعرف ان هو عمله ازاي، الفارق اللي في النقط يعني انت عايز تبدا موسم يا تبداه بفار، ما تجيش بقى بعد لما يبقى الفرق 18 نقطه تقول والله يلا يا جماعه اصل احنا الفار. ما علينا، مش عايزين نتكلم في النقطه دي، بس انا بقول لك ان لو ما كانش حصلت الظروف دي كلها كان نادي الزمالك هيبقى بينافس على الدوري على المركز الاول. حيرتونا حيرتونا حقيقه، لو الفار ابتدى بدري شويه كان زمان الزمالك بينافس. لكن انا عايز اقول حاجه بس للاستاذ مدحت برضه، هو عشان خلينا في الاحداث القريبه، في نفس اليوم او قبليها بثلاث اربع ايام مباراه النجوم مع نادي الزمالك في الكاس، هي ضربه الجزاء في سي مصر تقصد في سي مصر في الكاس، هي ضربه الجزاء في الوقت المحتسب بدل في الوقت الاضافي اللي اتحسبت للزمالك، الفار شفف ازاي؟ هي كانت من جوه ولا من بره؟ كل مصر قالت انها كانت من بره واتحسب، بس الفار ساعتها كان ابيض ضحى. هو كوخ بس لما بيحسب حاجه شايفينها النادي الاهلي. وليد الكابتن وليد شعبان وهو حكم سكندري وراجل بيكتب باحترام قوي وعنده ضمير وحس كده فهو طلع في احد البرامج يعني اتكلم وقال لهم لا الكوره من بره. يعني اصل في حاجات ما تقدرش لو قلت عكسها الا ان تفقد مصداقيتك. بالظبط بالظبط، مش تقديري ده، انت بتتمنى بغرافيا. انت بتتمنى انك تبقى من جوه، ده موضوع تاني. لكن مش معنى كده ان القرار غلط. إذن والأهلي ياما ياما السنة دي في الفار ما تحسبلوش حاجات.